اليمنيون أطلقوا على جريمة عطان اسم هيروشيما صنعاء في إشارة إلى أن المجرم واحد وإن اختلف الزمان والمكان. هذه المشاهد هي للحظة انفجار القنبلة النووية التي ألقتها أمريكا على هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين قبل 70 عاما. وهذه المشاهد هي للحظة انفجار القنبلة الفراغية التي ألقتها أمريكا وأدواتها على منطقة فج عطان في العاصمة اليمنية في مثل هذا اليوم من العام الماضي. التاريخ والزمان فقط هما المختلفان، أما المجرم والفاعل فهو واحد، أمريكا. والآثار الكارثية الناجمة عن الانفجارين متساوية ومتقاربة، والهدف والغاية واحدة بلا شك. ولأنها كذلك أطلق اليمنيون على مجزرة فج عطان اسم هيروشيما صنعاء. نعم، في مثل هذا اليوم نفذت أمريكا بأدوات العدوان مجزرة مروعة تجاوز أعداد ضحاياها 300 بين شهيد وجريح ومصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وكانت نسبة الضحايا بمعدل 90% من جميع من وجد في دائرة قطرها. ولم تقتصر أضرار هذه القنبلة على وقت حدوث الانفجار، بل أكد مختصون أنها ستمتد لسنين طويلة في مستقبل الأجيال بسبب استمرار التأثيرات الإشعاعية. قنبلة حطمت وأفنت كل ما في طريقها، ورغم ذلك لم تنجح في إفناء اليمنيين أو كسر إرادتهم. جرائم لم يشعر إزاءها من نفذها وعلى رأسهم أمريكا بأي أسى، بل تمادت هذه الدولة أمريكا في عدوانيتها ضد كل شعوب الأرض، فزادت اعتداءاتها وتدخلاتها في شؤون دول العالم. وما يجدر الإشارة إليه أن الجرائم الأمريكية ضد الإنسانية العديدة المتوالية تجسد الإجرام هكذا عمدا وفق تخطيط محكم وإصرار عنيد، وبشكل أكثر إيضاح هو ما يقال عنه بلغة القضاء والقانون القتل العمد عن سابق إصرار. هذا إجرام.